اخواني عندكم الفرخ هذا شايفينه ما شاء الله مليانة حوصلة فل لين عروقه طالعة. وبرضو يقول لك اعطيني اكل هل من مزيد، يقول لك هل من مزيد. فانتبه يا اخوي المربي من الشيء هذا، خصوصا في موضوع الباقي. اول ما تدخل عليه حتى لو هو حوصلته مليانة بيقعد يغني لك ابغى اكل ابغى اكل، فانتبه منه، فما تعطيله قبل ما تشوف الحوصلة حقه فاضية ولا مليانة.